للذهاب لأي مكان سأوصلك بالأمان. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. خريطة. لو أردت أي طريق سأرشدك يا صديق. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. أنا خريطة. هو خريطة. هو خريطة. أنا خريطة. أوه. عندما نتحدث عن البر نعطي الأم نصيبا من ذلك، لكن دعونا نذكر الأب. الأب هو وطن لا تسعه مساحة أرض ولا سماء، فالأب أول قدوة لابنه وأول حبيب لابنته، وهو أول بطل لهما. الأب هو ذلك الشخص تطلبه نجمتين فيعود حاملا السماء، وهو معطف أمان في ليالي العمر المتقلب. عندما يغضب عليك فهو يتمنى لك الأحسن، وعندما يقتصد عليك فاعلم بأنه يحرم نفسه، وعندما تراه قاسيا فاعلم بأنك لا تتبع نصيحته، وعندما ترفع صوتك عليه فاعلم بأنك قد قتلته. اعتبر هذا المقطع كصافر التذكير للدعاء لوالدك، وادعو له بالخير والرحمة. أبي الحنون، يا أعظم إنسان في الكون، أنت مصدر فخرنا وعنوان السعادة في منزلنا. تتعب من أجلنا ليل نهار لتهتم بي وبأخوتي الصغار. بمقدار بعد السماء وعلو الجبال، وبكثرة مياه البحر، شكرا. علو الجبال، كثرة مياه البحر، بعد السماء،
جيتكم مرة ثانية، أقصد رجعت أعطيكم معلومات عني في هالسلسلة. ما شاء الله عليكم، ما تركتوا صيدلية إلا وخلصتوا الكمامات منها، وكأنكم متأكدين إن هالكمامة هي أفضل وسيلة للوقاية مني. لا أبد، الكمامات نوعين، نوع للوقاية N95 للممارسين الصحيين، وهذا يفصلونه على المقاس بالضبط. النوع الثاني عشان ما أنتقل من شخص مصاب لشخص ثاني أو من شخص مخالط للمصابين، وهذه لازم تلبسها بالطريقة الصحيحة، يعني تغطي الفم والأنف، وإذا بدأت ترطب بدلها لأنها ما عادت تحميك مني، وإذا أنت ملزم تراي ملزم أكثر، إلا قدام الصابون وغسل اليدين. يا كره هالعادة اللي تقضي علي تماما. انتهى وقتي معكم اليوم، أشوفكم بكرة في صيدلية جديدة. أقصد معلومة جديدة. الحمد لله، أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها، أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.